في عالم كرة القدم لابد أن تحترم خصمك مئة معنى الكلمة، بمعنى أن ريمر بليت لابد أن يغلق كل المساحات على برشلونة. ليس بالأمر السهل فتح المساحات أمام البارسا، ثم من هذا هو نيمار. نيمار مار، نيمار عدى، ونيمار مار. كرة ضاعت من نيمار، لا يوجد ركلة جزاء، لكن شوف ماذا فعل نيمار، ماذا فعل نيمار. لقطة كانت في منتهى الروعة، في منتهى الجنون. البارسا في منتهى المتعة هذا اليوم، في منتهى الروعة هذا اليوم. نيمار أنا هنا، أنا من أجل إمتاعكم أيضا، لست ضيف شرف هذا المساء، عندي مهاراتي وعندي اسمي وعندي إمكانياتي.